انا معانا كلوب فل هيروي عضو الكلمه. احنا كلوب فل هون نحكي عن بلش من المشكله هون احنا وقت وعلاء والمشكله. بلش من المشكله، احنا دلوقتي المشكله هلا باطفال انه اطفالنا انهم مدمنين على التكنولوجيا هي واحد. حطيت في الأفكار اللي طلعت منهم إنه كان أول شيء في إلكترونيك، فيلم إلكترونيك هذا عن خلايا الدماغ. هذا الإشي بيشتغل عن كمبيوتر. الطفل اللي بيحكوا إنه مش بيحكوا الطفل إنه مخه زي الإسفنجة، الطفل مخه زي الإسفنجة وعنده قابلية التعلم والاستيعاب عالية. هذا الإشي موجود بالطفل غير عن الأدلس لأنه نسبة الخلايا في المخ عالية. بس هذا الموضوع موجود في الريسيرش اللي طلعناه. وكمان واحدة من الأشياء اللي حكيناها إنه طلعناها كان في شخص بنعرفه عنده قابلية الكونكشن عنده عالية، عنده سرعة تدريب وعنده سرعة تعلم. هذا الإشي كان بسبب إيش؟ كان بيشتغل بحياته، كان بيشتغل بيديه، اكتشف صناعة هاي الأمور. هلا في واحدة من النقاط إنه مثلا أبهاتنا إخواننا الكبار بيحبوا يشتغلوا أشياء بإيدهم، بيصنعوا بإيدهم. هاي الكواليتي بطلت موجودة هلا، يعني لو تطلع من فوق الكواليتي، هي كثير كواليتي مهمة للحياة واللايف ستايل تبعت هلا. هلا بدنا نحكي إنه وكمان المصرف كل ممنوع ومرغوب، بذات الأطفال. هلا السولوشن تبعنا، إيش السولوشن؟ إحنا بنحكي السولوشن إنه الورك شوب اللي هو الورك شوب والكلاب اللي بيساعد الأطفال بيحرقهم اللي هو يعملوا إيش؟ يتعلموا حرف، يتعلموا حرف، والحرف هاي يعني بعد بريسيرش اللي نحكي فيهم الحرف كل حرف وشو الاشياء اللي بتساعدهم سواء كانت اليوزر اكسبيرينس اليوزر اكسبيرينس شوي هذه اليوزر اكسبيرينس ماب تبلش من تارجت اودينس تارجت اودينس طبعا الاهالي طبعا لانهم هم الديسيجن ميكرز تاعون الاطفال الماركتينج تاع اللي حكينا اللي هو بيدخل بال نحكي عن ماركتينج استراتيجي بيقول بلان كان مانيوال بلان بيكون متنقي الموضوع نحكي عن متنقي الموضوع سبونسرز مع ايكيال بيدخلوا تولز انتيريال للاطفال بيكون في هذا الشيء أنا بالنسبة لي لأني كنت متابع المشروع تبعكم خلال اليومين في عندي كونسيرنز عن موضوع السيفتي لو تحكوا لنا شوي عن السيفتي اللي أنتم راح تاخذوها وكيف ممكن تعملوا لها قياس كيف ممكن نتأكد منها موضوع السيفتي كنت بعد ريسيرش إنه كل ما نمسك وقت السيفتي بتقيم سيفتي للأطفال ضروري. فإحنا في المشروع اللي راح يكون في السيرفرز اللي هم الموجهين وراح يكون هم أصحاب المهن راح يكونوا موجودين. ففي نفس الوقت المشروع يكون فعال بشكل عام. بغض النظر إنه راح تكون الأدوار ترابطة بنفس الأدوار الحقيقية لكن ما تعطي موضوع اللي تحكي المساهمين في المشروع الموقف تماما من ناحية السيرفرز. قررتوا تعملوا مثلا ريسيرش على جهات في أوروبا مثلا في الدنمارك أو فنلندا بيعملوا نفس الفكرة فكرتوا ريسيرش أو شفتوا شو كيف بيعملوا سيرش يعني انستغرام شو فيديو بتعمل نفس الفكرة اللي انتوا عاملينها للأطفال هي الشيء اللي لأنه أول شيء ثقافة ثقافة بلش من الأردن لأنه أول شيء ثقافة أردنية بحتة يعني مش بحتة بس إنه بلش من هون لأنه
حصل لي بناء الفاليوز اذا علق شو عمل بدي اقول لك اللايف ستايل سوي اذا عندك رح يبين هون من عندي بس تعلق هون هي البرنامج عرفت اللي هو هذا هو بس لازم تنزل هذا عشان تشوفه اوكي يعني اسكره وافتحه لا 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 بس نزل هذا عشان تشوفه تكبس عليه هون تولز ريموت لايف فيو شوتينج لأنه هو راح يقفل الكاميرا شكله تصير ستاند باي وتعرف نقدر نسوي بس خايف اعمل ريكورد ما فيش ولا شحن اصلا قرب كان مشروعنا إنه نعمل مهارات السفر كيف الريسبونسابيليتي يجرب إكسبيرينس هو مسؤول عنه وخيارات هو بيستخدم فكان هو بيعتمد علينا على الفيلينغز اللي بتنشأ عند السفر كيف هو بس يطلع بالبرودكت هذا البرودكت هو من تصنيعه يعني نحن الأكتيفيتي اللي استخدمناها في هذا البرودكت هي كيف بتنمي كل مهاره عنده يعني مجرد بيكون بتنمي شغله يعني هي بتنمي الأعصاب والعضلات الامتياز بتنمي انه كيف يكون بيشن وبالصبر كيف العضلات فالأكتيفيتي كانت ضد الريسيرش كنا عارفين شو بنقدم هاي الأكتيفيتي فهذا الشيء اللي خلانا انه يكون في انترست عند الطفل يعني في مثلا كان من ضمن الكيس السريع اللي احنا عملناها انه كيف مثلا ما تيجي تطبخ فكيف تكون تكوني لعبة